صباح الخير متتبعي قناتي. اليوم انا جيتكم بوصفة جديدة لعل الكل يترقب ما هي هذه الوصفة. انها فقط وصفة لفاكهة رغم انها تدخل في المطبخ المغربي وعند النساء بشكل عام في ضمن لوازم المطبخ أو الطهي مع الخضروات، فهي الحقيقة هي فاكهة من بدء زرعها، فهي تدخل في إطار الفواكه، إلا أن الناس ألفوا أن يدعمونها في أطعمتهم ووجباتهم الغذائية. لا شك أن هذه الفاكهة أو هذه الخضرة هي التي تتميز بلونها الأحمر القاني، والكل يعشقها، الكل يعشقها. لذلك فنجد كثيرا حتى الأطفال يعشقون أكلها من دون إضافة شيء آخر، فقط يأكلونها لوحدها، حيث تقدمها لها أمهاتهم في المنزل، فقط يقومون بغسلها من الأتربة في بعض الأحيان وبعد ما رزق بها من فطريات، ثم يقسمونها لنصفين ويقدمون لهم فيبدأون في أكلها. هذا بالنسبة للأطفال لأن لا تشكل لهم أي ضرر، وتعلمون أن الأطفال لا يحبون الأشياء الحارة أو التي لها حموضة، فهي طيبة النكهة وسريعة الهضم وسهلة في القضم. هذه الوجبة هي وجبة الطماطم، فأغلب العلماء والأطباء والناس أو الأفراد العاديين يحبذون أكلها ونصحي بتناولها باستمرار، نظرا لأنها كما يقولون كنز لا يقدر بثمن. هذه الخضرة. فالطماطم تتميز بفوائد وخواص تختلف عن باقي المزروعات والخضروات، سواء من ناحية الوقاية من المرض أو علاج المرض نفسه. ومن أهم فوائد الطماطم فعاليتها في إزالة الجراثيم المتسببة في الأمراض التي تعلق في جسد المريض، وتقوم الطماطم بتنشيط حركية الكليتين، وتحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين ألف الذي له فعالية في البصر، وكذلك فيتامين سي الذي يعلم الجميع أن له فائدة هامة للجسم. كما يمكن استعمال الطماطم كمطهر للأمعاء والبطن، فهي تخلص من عسر وصعوبة هضم الطعام والإخراج. فكذلك إضافة أخرى من فوائد الطماطم التي تفيد الجسم، تحتوي على كل حبة طماطم على معدن الحديد، وأنتم تعلمون أن الحديد له فوائد كبيرة خاصة لأصحاب الذي يعانون من فقر الدم. فإذا كنت تعاني من فقر الدم سيدي اشرب عصير طماطم. نعم، هنا تؤثر عصير طماطم مثل الفواكه التي نتناولها، مثل التين أو الليمون أو التين أو العنب أو غير ذلك أو التفاح. وأخيرا ننصحكم أعزائنا القراء بشرب عصير طماطم الذي يعالج التهابات المفاصل، فهو مفيد للناس الذين يشكون من المفاصل، وكذلك عن طريق مزجه بالزيت وتسخينه حتى يتبخر، ثم وضعه فوق منطقة الإصابة لتسكين الآلم، يعني ألم المفاصل. وكل يعلم أن الطماطم لها سعرات حرارية تبلغ 14 سعرة حرارية، فإذا كان مثلا 100 غرام طماطم
يساوي 14 سعرة حرارية. فجسم الإنسان كما يعلم الجميع يحتاج إلى واحد من السعرات الحرارية لكل كيلوغرام من وزنه في كل ساعة زمنية ليعمل على الاحتراق الداخلي، أي أن الجسم يحتاج إلى هذه السعرة لكي تعمل جميع أعضائه وأجهزته له، مثل جهاز التنفس وضخ الدم والتفكير. فالإنسان الذي يزن 70 غرام مثلا يحتاج إلى 70 سعرة حرارية مضروبة في 24 مضروبة في واحد، تعطينا عدد السعرات الحرارية الواجب تناوله في اليوم، وهي 1680 سعر حراري. هذا الرقم وما يحتاج إليه جسم الإنسان. ولذلك فإنني أنصح الجميع بأكل الطماطم باستمرار، وجعلها من ضمن الخضروات، إن لم نقل فواكه لأن أصلا هي فاكهة في طعامنا. والحمد لله المغرب عنده هذه الخضرة أي الطماطم من أساسيات مطبخه التقليدي. وإلى فرصة قادمة إن شاء الله، الذي سنتناول فيها كذلك بعض التغذية، الأنواع التغذية وكذلك بعض الخضروات والفواكه. وشكرا على تتبعكم لقناتي، ولا تنسوا في الأخير أصدقائي تشجيعي برن جرس وكذلك وضع تعليقاتكم حتى استمروا في مدكم معلومات هامة. وشكرا.